ولشباب بلوزداد. طلب الكرة سعيود أمام جراع يلعب لي بوسليو، محاولة من بوسليو يوسع كرة، يا سلام سعيود يتمكن من الوصول للشباك، يتمكن من الوصول والتسجيل. سعيود يسعد الأنصار، يسعد العناصر فوق أرضية الميدان بالوصول للشباك وافتتاح باب التسجيل. فرحة كبيرة لسعيود الذي تمكن من فتح باب التسجيل ومنح الأفضلية لشباب بلوزداد بعد هذه الكرة التي سنشاهد في مرمى الحارس السلوي. أول هدف المباراة في النهائي 2019 في الدقيقة 76 أو 77 من عمر المباراة. فرحة كبيرة، سنشاهد ماذا حدث بالذات وبالضبط. وها أنصار عناصر أو أنصار شباب بلوزداد فوق المدرجات. سعيود في المكان المناسب واللازم لاستلام الكرة العائدة من الدفاع، لم تبعد بالطريقة اللازمة. ها هي من جرار، تمريرة من جرار إلى بوسليو في صراع واحد ضد واحد، يخلب ويضع الكرة في رجل لاعب سعيود في المرة الأولى، ضيعها دخل لأرضية الميدان. ثانية تعود من المدافع، عائدة من المدافع شبيبة بجاية في شباك الحارس السلوي في المرة الثانية. والكرة الثانية رجل اليمنى سعيود يضع الكرة في شباك الحارس السلوي. واحد مقابل لا شيء، تغيرت المباراة وتغيرت النتيجة وبالتالي سيتغير وجه المباراة. إخراج الكرة رائعة من بوسلي يربح، من المدافع تاع شبيبة بجاية لاعب رقم 6 من الدور. نعم لم يبعد الكرة ولكن كان في وضعية صعبة. أكيد متعثرة. سلمي يبحث عن الكرة من هناك على الجهة اليمنى ولكن مباشرة للحارس أو لخمسة أمتار وخمسين. هدف ربما الذي كان الجميع ينتظر. يحاول فريق شبيبة بجاية في هذه المحاولة وشباب بلوزداد لا وجود له خطأ. يحاول سعيود، يا سلام يتمكن بوسليو من الوصول إلى الشباك للمرة الثانية. يتمكن البديل بوسليو، كوتشينج ممتاز. بوسليو يقضي على أحلام شبيبة بجا، يتمكن من قتل المباراة، من تسجيل الهدف الثاني بعملية هجومية خاطفة مسروقة الكرة من الدفاع، تحولت مباشرة إلى وسط الميدان ومنها إلى الهجوم. بوسليو بكرة رائعة ممتازة بالقدم اليمنى وليس بيسراه يسجل في مرمى الحارس علوي، يمنح الأفضلية والتفوق، يقتل النتيجة، يقتل المباراة باثنين مقابل لا شيء. كرة مرتدة لاعب سعيود، رؤية جيدة بخارج القدم، تمرير إلى بوسليو دون أن يراقب الكرة، يرفع الكرة فوق الحارس علوي. كرة ساقطة. نعم بوسليو نسي نفسه وبقي في كرسي الاحتياط. هذا الشاب الموهوب، تكلمنا عن هذا الشاب الموهوب وقلنا بأنه يحمل أو هو من سلالة، صغير من سلالة الكبار، يحمل جينات الموهوبين المتألقين الممتازين، جاء من قرية